إزاي تقدري تتقبلي شريك حياتك بعيوبه بمميزاته؟ إزاي بتقدري تتفاعلي معاه؟ لو أنت مش بتحبيه العيوب دي هتفضل موجودة خلاص، الحب موجود والعشرة وكده لا خلاص ما بتشوفيش إن هي عيوب. حلوا مشاكلكم بينكم ومن بعضيكم بيتكم، بس مفيش تالت يعرفها، لأن التالت بيبقى واخدها بالعاطفة. إنما بين الأزواج في شقة مقفولة عليهم بيقدروا يحلوا مشاكلهم لو بعد 10 دقايق، لو بعد ساعة بتتحل. مفيش حد يخش بين ولا أهله ولا أهلي، الدنيا نصطفى مع بعضينا ومفيش أي حاجة. هو زعلان أنا يعني بختصر الموضوع، هو أنا زعلان هو مثلا بينزل شوية عقبال ما الدنيا تتمشى والدنيا بتبقى زي الفل. الزواج مسؤولية ومسؤولية كبيرة، ولازم أن يكون مكفي بيته من كل طلباته عشان ما تحصلش مشاكل. انا ما اجيش على حقه وهو بيحاول برضو على قد ما يقدر ما يجيش على حقي، وقبل اي حاجه طبعا اكيد عشان خاطر الاولاد، يعني اي حاجه بتعدي عشان خاطرهم هم. بالتفاهم طبعا، خناق طبعا بيجيب مشاكل ممكن يعني تسبب يعني حاجات كتير، يعني يكون مثلا بالتفاهم نتفاهم مع بعض كده، حتى لو اتخانقنا مع بعض بس ما حدش يعرف. والله هو البيت اللي فيه دين وتربيه دينيه ومعامله دينيه هو البيت اللي بيستمر، وعدم الشد وعدم التدقيق على كل حاجة والتغاضي والتغافل والمشاركة في كل شيء، إن شاء الله يبقى الأمور كويسة. لازم يعني لازم في طرف من الاثنين لازم هو اللي يطنش، يعني لازم هو اللي بيقومش الدنيا. ليه؟ لأن أنت لو أنت هتقفي تحدي قصاد منه وهو هيقف تحدي قصاد منك فالدنيا هتخرب. فلازم كل واحد يفكر إن هو زي يحل المشكلة دي، يا هو يبعد فترة يا يخرج ينزل يعمل أي حاجة في وقت التنشنة دي وبعد كده لما نرجع نتفاهم. لكن ان انت في وقت العصبيه تقفي وهو يقف لا، الدنيا طبعا ما فيش حد يحلها لا انا ولا هو. في تفاهم، في علاقه طيبه، في مصالحه بين الزوجين، في كل شيء. اصل الزوجين دي حياه المفروض انها مشاركه بين الاثنين، المشاركه دي انا بشارك حياتها وهي بتشارك حياتي، فبالتالي ما نخبيش حاجه على بعض. اي مشكله بسيطه تقدر تتحل في حاجه بسيطه، غير لما تتخبى وتتراكم وتتعرف بعد كده تبقى شكلها مش كويس.